في اليوم الختامي للمخيم الكشفي العربي 33 والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة هنا في مدينة دبي وتحديدا في محمية المرموم الصحراوية. هذا اليوم طبعا هو هناك عدد من الفعاليات، ربما أنتم أخذتوا بعض اللقطات لها، فعاليات الدول المشاركة ونحن نسميه اليوم الوطني. عادة آخر المخيمات العربية يكون في يوم وطني، تكون في فعاليات من الدول المشاركة، عاداتها، تقاليدها، أكلاتها الشعبية، زيها الشعبي، أهازيجها إلى آخره. فاليوم هو اليوم الوطني، وعندنا أيضا حفل ختامي للمخيم اللي أؤكد حقيقة نجاح المخيم في تحقيق أهدافه، هو لم وجمع الشباب العربي 1500 كشاف ومرشدة، 1200 كشاف و300 مرشدة على أرض المرموم هنا في دولة الإمارات. هذا يعكس اهتمام القيادة الرشيدة للدولة تحت طبعا رعاية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخوانهم الحكام، وكذلك رعاية سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لهذا الحدث العربي الشبابي الكبير. اليوم يختتم على أعماله، وأكاد أرى السعادة حقيقة على وجوه الشباب والشابات المشاركين في هذا المخيم وفعالياته الكشفية والرياضية والسياحية والتراثية. اطلعوا على معالم الدولة، اطلعوا على كافة المعالم في الدولة، وكذلك على ممارسة أنشطة سواء في محمية المرموم في أرض المخيم، وكذلك زيارات لمعالم الدولة، وكان هناك بعض الورش والمحاضرات الهادفة شاركت فيها حقيقة كثير من الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية والجهات الخاصة لإظهار هذا المخيم بالنجاح الذي كنا نتمناه. والحمد لله المخيم ولله الحمد شهد به الجميع المشاركين أنه من أنجح المخيمات الكشفية العربية، إن لم يكن الأنجح بينها بالحضور الكبير وبتنوع الفعاليات وبتنوع الأنشطة والحضور الكثير. طموحنا من طموح قيادتنا الرشيدة في الدولة، وهي دائما السعي إلى العالمية وإلى التميز. فالهدف القادم إن شاء الله جمعية كشفيات الإمارات أن ترفع طلب لأصحاب السمو والقيادة الرشيدة بطلب إمكانية استضافة مخيم عالمي. هذا هو المخيم العربي الأول اللي يقام بالدولة بهذا الحجم وبهذه البرامج، ولكن الطموح أن نذهب إلى العالمية كما عودتنا دائما دولتنا نكون في المراكز الأولى وفي المقدمة. فهناك إن شاء الله اتجاه أن نذهب إلى العالمية في المخيمات القادمة إن شاء الله.